اوبا ايو شو الحركات ما الحركات معلم مش عم يصيرون يا اخي تقول مدارة معلم مين يعرف مدارة قول ايش هالحركة بلوز وهذا كمان شو وضعه والله شي حلو يا شباب هالسكنات عن جد عجبوني عن جد شي بلوز شي كتير حلو طيبين كيفكم شباب بخير ان شاء الله كل شي تمام جيتكم مقطع جيت حبايبي اتمنى لكم انتم بخير وكل شيء على خير وجمعه مباركه عليكم يا احلى ناس كما ترون هون العلامة نزل الحظ الملك الجديد والثلاث سكنات الاخوه الصانعين نيكستيريا معلم سوي اخر نيكستيريا اي هاي نيكستيريا معلم يا سلام قبل بلش المقطع حبيبي لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام لا تنسوا بزر اللايك يا ساتير كمان شغله كثير مهمه يا شباب خلص ان شاء الله رجع حلو يا شباب بس وقت شباب اللي مش مشترك بقناة جديدة الشباب يروح يشترك مقاطع اسطورية شباب هناك موجودة هناك منتظر بانتظاركم لهيك دعمونا حبيبي الله يسعدكم اوكي طيبين خلينا ندخل معنا نشوف هذا الحظ معلم نشوف هل في ثلاث سكنات طبعا هالسكنات سكنات شباب راح ندخل ان شاء الله نجربهم اوكي انا هيك فكرت راح نجربهم نلعب فيهم سكين سكين جيمات هيك حلوات اسطوريات راح تكون شباب القناة الجديدة شباب راح نلعبها هناك كمان اوكي وان شاء الله راح يكون الوضع بلوس اوكي قول اول فيلم قول بسم الله لازم بسم الله تنشوف ايوه اول سكينة معلم يا سلام عليك هاي اول سكينة شباب اشي بلوز هات شوف الضربة الثانية ايوه الضربة الثانية يا جميل الثالثة يا جميل الرابعة يا جميل ووهو يا سلام عليك لا 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 حلو لا اقسم بالله عن جد حلو يا جماعة فرج ايو والله شي عن جد عجبني لا 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 شباب انا حط له لايك حطيت له لايك حلو مع الثلج يا سلام نفتح تزويد حلو والله ان شاء الله واو عن جد عجبوني عن جد سكنات باللوس لا عن جد لا عن جد حلوه سوي شوف الثاني معلم اصبر شوف نروح كمان على الثاني نشوف الوضع لا شوف متحمس كثير نجربهم يا شباب هات لنشوف الوضع شو راح يكون هون شو اعطاني هون ايش هاي حقيبه النساء اوه اعطاني حقيبه معلم تمام نروح نجربها نرجع السريع على السريع معلم بدي اروح اجرب حقيبه معلم ما لا 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 او يطلق تأثيرات خاصة عندما قضى العدو يا سلام عليك دايو. لا شيء حلو لا عن جد شيء حلو صراحة شيء حلو تمام يا شباب فري فاير واخيرا زبطنا شيء سكناتك حلوة يا شباب واخيرا نزلت شيء سكنات باللوز روح كمان نشوف الوضع ايوه والله شباب فتحت شيء العب جيم هلا يا شباب روح ايوه يلا بشري اوووو تعال شوف هالسفرة هالسكين بس يا سلام لا 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 شاب لا عن جد فري فاير عجبتوني ها عن جد عجبتوني يا جماعة عن جد مصمم فري فاير تعال هات البوس تعال هاي بوس يا معلم هيك يا اخي انا ترى هيك سكات شاب يعني يعجبوني والله سكين شباب يعني بالمناسبة ما اعرف شباب صرت اشبهه لهذيك الراس مثلش راس الماينكرافت ما انا اوه لا حلو لا 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 انا 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 انا, أنا, أنا عاجبني الوضع يا شباب عاجبني الوضع اليوم هي سكنات حلوة سكنات مميزة معلم هذا معلم هذا الاخير هذا شكله مثل شكله شكل مدارة معلم ابدا لون الالوان يعني كل شيء تمام شباب ما اعرف شو دخلكم يا اخوان الاحمر مع الاسود مع شويه هيك بنفسجي هيك وتاثيراته ياو دام برو يلا نشوف المعلم كمل حظنا اما تلاقي سكين وتلاقي سكين واو كيفك تلاقي معلم تلاقي كم كلفت كم 1100 صرفت يمكن 3000 جوهرة تعمل 3 سكنات يا شباب تقريبا ولا كيف؟ اوه اكتبوا التعليقات شباب كم كلفني عشان شفت هالسكنات كله على بعضه؟ دايم واو شيء حلو سوينا نشوف هالسكنات شباب اوه تسوينا نركب هذا طبعا احنا على طريق القلب
واحد يوصل حد لا لا هاي شيلها هاي معلم نحط هذا اعطيه قلب هاي كمان نشيلها نحطيه هذا قلب معلم تمام وقف ركبه ركب كيف كان اهي ويل 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 عن جد شي فخم عن جد شي فخم يا جماعة سواني شوف ندخل على سكنة البنت شوف علي بالكلكب للبنت ولا لا نشوف ويل يصير البنت كمان اوه لسه البنت معلم طالع شي واو باللوز لا والله يا جماعة جد أنا الوضع عجبني ها صراحة يعني سوني هل السكنات بيكونوا شلون يعني معلم يعني بيكونوا هيك بشكل كامل؟ بس نشوف على البنت واو 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 ترى أنا والله شباب متحمس كثير أدخل أجرب السكنات يا شباب ندخل ألعب فيهم يا شباب صراحة متحمس كثير يا شباب المقطع الثاني راح يكون بالقناة الثانية أوكي تشوف هالسكنات باللوز سوني نشوف السكن اللي بعده هذا نعطيه قلب لا سوني شوي نشيل هاي من هون نحط له قلب هذا هيك لسه هذا كمان هذا اصبر شوي نجي لهون ايوه لا ولا بروح عليكم شو عم بيصير معك عليكم ركز عليكم ركز اوكي بلوس حلو واو شيء مرتب يا جماعه يعني جد شيء بلوس بالمناسبه يا شباب راح نحط السكنات الان على جنب ركزوا معي كيف هون يا شباب كان عندي البطاقات الاخضره تتذكروا لهيك انا ما اعرف كم صار عندي يا شباب والصراحه حبيت هيك اخذ نظره سريعه لاشوف الوضع شلون صار معي في البطاقه الخضراء، وين كانت معي؟ من صراحه الفتره الاخيره كنت عندي كيف اشرح لكم؟ يعني باختصار كان عندي خدمه شباب كثيره وكنت يعني مضطر انه ما كنت متواجد كثير بس يعني هلا الحمد لله ان شاء الله من الاسبوع الجاي اوكي الوضع راح يكون ان شاء الله باللوز وشباب بدي خدمتكم يا جماعه بدي تعطوني رايكم بافكار جديده شباب بالمناسبه شباب نفس الوقت السترايك راح الحمد لله القناه صارت نظيفه باللوز اوكي والان شباب يعني امورنا ان شاء الله الايام الجاي راح تكون افضل افضل باذن الله تعالى تمام واكتبوا لنا بالتعليقات شباب بدنا ندعمكم عن جد هالفتره معلم خلص رجعت جديده شباب تكون رجعه اسطوريه ان شاء الله باذن الله تعالى تمام حبيت اروح اشوف الاحداث الرويال كريستال يب الرويال كريستال معلم شو بدك تشوف كم تعتقد صار عندي بالرويال كريستال هات لي شوف يلا كم يلا حدد احسن معك 1 2 3 كم معي ما بعرف يلا ادخل 740 معلم 740 شباب انا هدفي انه اجيب هذا السكين هذا وعندي كان سكين ثاني حلو عاجبني صراحه وين كان هذاك هذا هو ايوه عندنا هذا وفي كمان واحد كمان يعني كان مميز ما اعرف اذا كان نازل من قبل ولا لا صراحه هذا كمان ما يشبه شيء اوكي ليك يا شباب 740 لا بدنا نجمعهم كمان شوي بدنا نجمعهم شباب نعمل يعني فيديو لحالهم هذول يا جماعه شو رايكم يا اخوان معلم اخوان صانعين اكستيريا بلوز اقسم بالله يا شباب عن جد سكنات حلوه حلو تمام سو طيبين الله يسعد ليكم هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع بتمنى لكم يوم سعيد جماعه مبارك عليكم بالمقطع الجاي شباب راح يكون على قناة تانية رابط تحت بالوصف يا طيبين بتمنى لكم الصوره شباب مش مشترك روح يشترك ونلتقي هناك راح نلعب فيها ثلاث سكنات ان شاء الله ونشوف شو وضعهم علينا باللعبه متحمس كثير يا جماعه نلعب فيهم زي الوحيد نلعب نجربهم معلم بدي اجرب الكرتون شيء باللوز برو يلا بنشوفكم نزل هون ونلتقي هناك